وخلال القمة العربية الطارئة قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إن النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولية، مؤكدا على أن عدم اتخاذ موقف رادع سيقود إيران للتمادي. بالرغم من كاد النظام الإيراني وأعمال الإرهابية يمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلاد عربية، إلا أن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدما في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي. إن عدم اتخاذ موقف رادع حازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة وما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم، ستظل يد المملكة العربية السعودية دائما ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.